السلام عليكم، وكيف الحال؟ يا هلا والله. طيب احنا وكاله بن حموده للسيارات في ابو ظبي والعين، تمام. السياره دي ما فيش منها في دبي، احنا ما عندناش مركز في دبي، في وكاله تانية في دبي بس ما عندهمش سياره زي دي بالظبط، لان دي نسخه خاصه بينا احنا هنا في ابو ظبي اسمها بي اتش اديشن، اللي هي بن حموده اديشن، تمام. هي ال اس اصلا، انا بعت لك فيديو بالمواصفات. طبعا السياره دي موديل 23. التغيير اللي احنا عاملينه عليها ان احنا التصفيحه هنا لونها اسود، المفروض هي لونها فضي. الشعار بدل الاسود، بدل الذهبي لونه اسود. الرنجات قياس 18 انش باللون الاسود، وعليها البريك بادز الاحمر، حتى شعار التاهو بالاسود. دواسه ثابته طبعا. السياره دي تشغيل عن بعد، رادار امامي، تنبيه الحارات، نقاط عمياء على المرايات، دخول ذكي على الابواب، 10 غيار و355 حصان، وطبعا في 8 و5.3، وبتشتغل من سلندرين، وباقي السلندرات حره ودايناميك، تفتح وتقفل حسب حسب الار بي ام. في تخشيب هنا على الباب، ده جلد احنا حاطينه عندنا هنا، فول 4x4 كامل طبعا. ده لون الجلد اللي احنا حاطينه، اسمه بي اتش اديشن زعفراني. في هنا تلاجة بفريزر، يعني تبريد وتجميد، هي 10 غيار وفيها الشاشة 8 انش وفيها واي فاي وانترنت، تمام. وفيها الشدات اللي على السقف، ده شكلها من ورا. مكيف خلفي طبعا، بالتحكم في المكيف الخلفي. سبويلر، ده شكلها من الخلف، هي دبة يدوي، ده حجم الدبة. والكراسي دي كلها مانيوال، بتنزل تبقى فلات كلها مستوى واحد. هي سعرها 219,000 مع ضمان 3 سنوات او 100,000 كيلو واربع سنوات مساعده على الطريق فقط. هو ده سعر تصفيه. السياره دي اصلا بدون التعديل اللي عليها كان سعرها 239. السياره دي بقى شخصيا بالتعديل اللي عليها 219,000، عرض خاص، تمام. يلا شوف، لو عندك اي اسئله تاني اسالني وانا معاك. وده صرفيه البترول، اللتر الواحد يمشي تقريبا 10 كيلو، وهي 91 لتر.